لماذا يريد أن يضرك؟ لماذا يريد أن يعسر عليك حياتك ويمنع عنك ما تحب وتشتهيه نفسك؟ لماذا تظن ذلك؟ أليس هذا سوء ظن بالله تعالى؟ لحظة من فضلك، فهذا لا يليق بالله تعالى. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. انتبه، ليس ذلك إلا للمؤمن الذي يحسن الظن بالله تعالى، الذي يعلم أنه بشر يخطئ أكثر مما يصيب، يحب شيئا ويرغب بأمر لا يدري عواقبه، فيمنعه الله لطفا ورحمة ومحبة منه عنه، لأن العبد لا يرى الشر وراء ما يريد، وفي النهاية يقول: لماذا يمنعني؟ أخير ذلك أم شر؟ بالله عليك، حسن الظن بالله يعني الاعتقاد الجازم الذي لا يساوره شك أن الله يمنع عنك ويعطي كل ما فيه الخير لك. لذلك شارك معنا الفيديو وكن مساهما في نشر الخير، والسلام.